اسمي جنى، عندي 9 سنين، دلوقتي في ثالثة. هحكي لكم قصة. جاي النهاردة هحكي لكم قصة بيلقبوني فيها أخلي العنقود، سكر معقود، دلوعة بابا وحبيبته. بس في يوم صحيت على صوت عيلتي كلهم بيعيط، وما سألتهم في إيه محدش رد. كانوا بيعيطوا بس، وقالوا لازم نروح لبابا عشان بابا حصل له حاجة. في الأول ماما قالت هروح لوحدي، بس اللي اتصل بينا قال لنا لا تعالوا كلكم. بس اللي اتصل بينا قال لنا لا تعالوا كلكم. وأنا في الطريق كنت خايفة، وبالذات عيلتي، بس صممت نفسي وقلت أكيد زي المرة اللي فاتت اللي دخل فيها العناية المركزة، ورجع لنا الحمد لله. انتوا عارفين انا مريت، انا اول ما روحت كل الناس قالت لي اللي هو كده خلاص مات، بس انا لما دخلت وشفته شفته نايم بس. انتوا عارفين انا مريت بالاختبار او الامتحان ده بكذا شعور. اول شعور هو الصدمة اللي انا لا يمكن يبقى ده حقيقي، وكنت فعلا متصدمة. وتاني شعور هو الحزن، وانا اللي هو اكيد لا انا زعلانة، يعني اكيد مش هيحصل ده اكيد. وتالت شعور هو الشوق اللي انا يعني يا ريت يرجع بيا الزمن وارجع لبابا. واخر حاجة هي التقبل، اللي انا تقبلت كل حاجة بمساعدة اخواتي ومامتي. ومامتي واخواتي ساعدوني في حاجات كتير، وكمان كانوا بيقولوا لي عادي تزعلي وتخافي وتعيطي، كانوا دايما جنبي وفي ظهري. انتوا عارفين انا كمان انا وعيلتي وماما فكرنا ازاي نديله حسنات في نفس الوقت ندخله الجنة. انا رفعت ايديا وقلت انا هلبسه تاج الكرامة، لو حفظت القرآن كله ان شاء الله. وادينا هو وأديني هو اتخل كرسين قرآن، واحد تبارك والتاني عمة. وأديني بعمل علاقات كتيرة. وانتوا عارفين أنا كمان مريت بالاختبار ده بإيه؟ أنا اتعلمت من الاختبار دوت حاجة، اللي هو زي مثل الشجرة جذورها هي العيلة الصغننة، هي مثلا بابا وماما واخواتي، والعيلة الأكبر سنة هي الأغصان، هي العيلة الأكبر سنة هي خالتي وعمتي وعمي. وإما بقى الأوراق هي تالت جزء، هي الأصدقاء. ما نقدرش نعيش من غير حاجة من دول، لازم نعيش بحاجة من دول. بس أهم جزء منهم هم الجذور اللي دايما ثابتين في الأرض معانا وفي ظهرنا دايما. أنا بدعي لبابا، ولو سمحتوا ادعوا له انتوا كمان.